أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد انتهاء تصوير أول 3 حلقات من مسلسل غريبان، سافرت هاندا أرشل مع حبيبها كان سبانجي إلى ميلان لقضاء العطلة سويا، وكان معهم أصدقائهم مهري وحبيبها الجديد وهو صديقها كان. وذهبت هاندا لحفلة كولد بلاي ليلة أمس، ونشرت هاندا هذه الصورة لها من الحفل. كذلك نشرت هذه الصورة مع حبيبها كان وهي تحتضنه برومانسية، وفي نفس الوقت ولأول مرة نشرها كان ستوري لحبيبته هاندا، وهذا الفيديو أمامكم. وانتشر أيضا هذا الفيديو لهاندا وحبيبها كان وهي تحتضنه وتغني. وانتبه الجمهور إن هاندا قامت بتغيير خلفية هاتفها والتي كانت صورتها مع والدتها الراحلة لسنوات طويلة، والآن وضعت صورتها مع حبيبها كان كما واضح أمامكم. ولاحقت اتهامات بدعم المثلية الجنسية الفنانة التركية هاندا أرشل بعد حضورها الحفل الغنائي الذي أقامته فرقة كولد بلاي بمدينة ميلانو الإيطالية رفقة حبيبها الجديد رجل الأعمال هاكان سبانجي. وأحدثت هاندا جدلا واسعا بعد مشاركتها صورة لها من الحفل عبر خاصية الستوري في الإنستغرام، أرفقتها بإيموجي على شكل قوس القزح المشهور إنه علامة للمثلية، بالإضافة لأننا بشهر يونيو وهو الشهر المخصص لدعم المثليين في كل العالم وما يسمى أيضا بشهر الفخر. وانقسمت ردود الأفعال بين مهاجم ومدافع عن هاندا، وأبدى كثيرون انزعاجهم من تواجد هاندا في الحفل، لا سيما وأن الفرقة تعتبر من أكبر الداعمين للمثليين، كذلك رفعوا العلم في المسرح بالإضافة لإطلاقهم الألوان في كل مكان.